السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في درس جديد على مدرستكم الإلكترونية مدرسة يوب. مدرسة يوب بتقدم منهج المرحلة الابتدائية بشكل مجاني وتقدم كل ما يهم الأسرة والطفل وتقدم معلومات هامة لنشر الفيديوهات على اليوتيوب فضلا وليس أمرا. أخواتي الحبيبات اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس بالمنظر ده علشان يوصلوا كل جديد فضلا وليس أمرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايزين تعرفوا الأكل الاقتصادية والسريعة واللي شكلها يبهر وينفع تتقدم سواء كان كشكل كوجبة اقتصادية أو في العزومات، تابعوا معانا لآخر الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة اقتصادية وظريفة جدا، هنعملها بتمانية بس، 8 قطع برجر. طبعا 8 قطع برجر لو قدمناهم بالطريقة التقليدية مش هيقضوا حد، النهاردة هنقدمهم بشكل بإذن الله يقضي ويفيد. معانا ايه؟ معانا 2 عدد بتنجان متقطع سلايدز كده أو شرايح زي ما انتم شايفين، معايا برضو عدد بصل، بطاطستين كبار أو 3 بطاطسات متوسطين متقطعين شرايح برضو بالمنظر ده، ومعايا بصلتين كبار متقطعين شرايح كده بالمنظر ده. معايا هنا ده بالنسبة للمكونات، هنا معايا بصل فلفل حامي وفلفل رومي متقطع رفيع، وهنا زي ما انتم شايفين في توم برضو مفروم. معايا هنا 1/4 كوباية من الزيت، معايا معلقة ونص ملح و3/4 معلقة كمون، معايا هنا طماطم 4 طماطمات أو 3 طماطمات كبار متقطعين 4/4 وعليهم معلقة ونص من الصلصة، ومعايا صينية مدهونة بالزيت. تعالوا نشوف ايه الخطوات. أول حاجة هنحتاجها هنجيب الزيت بتاعنا وهنحط 3/4 أو هنسيب بس معلقة صغيرة معلقة كبيرة هنا، وهنبتدي إن احنا نخلط الزيت حلو قوي مع الخضار بتاعي اللي هو عبارة عن البطاطس والبتنجان. نخلط حلو جدا بحيث ان الزيت يغلف كل حاجة عندي في المكونات بالمنظر اللي انتم شايفينه كده ده، بسم الله كده. ودي اسهل طريقة لعمل الايه يعني الوصفة دي. ممكن احنا الوصفة دي ناخد الحاجات الاول، البصل والبتنجان والبطاطس، نحمرهم الاول او نديهم تشويحة كده على الطاسة، ولكن احنا اولا اختصارا للوقت، ثانيا ان خلاص ان احنا نقلل المواعين بتاعتنا بقدر المستطاع. هاجي بقى هنا على معلقة الزيت وهبتدي انزل برضو انزلها كده، بقيت الزيت هحطه هنا في البوله تاني عشان استفيد بيه، وهبتدي ان انا بالفرشه بقى ادهن البصلات بتاعتي او بايدي حتى مش مشكله، يعني المتوفر السعه السريعه كده كده ايدي انا الجوانتي خلاص بقى فيه زيت، فهو هيبقى ايه هيقوم مقام الفرشه يعني. تمام كده اهو كده بالمنظر ده كده اتغلفت بالزيت زي ما انتم شايفين، بقت الحاجات بتلمع اهي نتيجة ان هي مغلفة بالزيت بالمنظر ده. طيب الخطوات ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ هنجيب البرجر بتاعنا ادي البرجر اهو، هبتدي ان انا افكه. طبعا دي قطع برجر كبيرة من قطع الجامبو. طبعا اللي حابب ان هو يعمل برجر في البيت، احنا كنا مقدمين وصفات كتير جدا للبرجر سواء كان برجر لحمه او برجر فراخ او برجر كداب. هنبتدي عشان دي برجريه كبيره، هبتدي ان انا اقسمها كده بالمنظر ده على 2، وهتشوفوا بقى ايه الخطوات. اهم حاجه في الموضوع ازاي هنرص الصينيه. هنيجي كده هناخد بالظبط، هناخد بتنجانيه، بطاطسايه، بصلايه، قطعه برجر. تمام بالمنظر ده هنكرر العملية. هنا قطعة برجر، قطعة برجر، هنحاول ان احنا نعملها بميل، قطعة برجر، بتنجانية، بطاطساية عشان تشوفوا برضو معايا ازاي الطريقة. بطاطساية هي طبعا مش هتقف من اول ايه من اول حاجات احنا بنحطها، بطاطساية، بصلاية، بطاطساية اهي تاني، تاني قطعة برجر، ناخد قطعة برجر كمان بالمنظر ده كده. موضوع بسيط خالص وسهل اهو، قطعة برجر اهي بقسمها على 2 عشان زي ما قلت لكم ده برجر كبير. لو انت عندك برجر من اللي هو الحجم الصغير خلاص مش هتحتاجي ان انت تقسميه على طول، هتستخدميه مباشرة. قطعة برجر، بتنجانية، بصلاية، بطاطساية، وهكذا. شايفين يا جماعه المنظر عامل ازاي؟ ده المنظر اللي احنا هنكمل بيه الصينيه. هكمل الصينيه وارجع اقول لكم بقيه الخطوات. فاصل ونواصل.
خلاص رصيت الصينية وخلاص تمام كده معايا جاهزة، هدخلها الفرن على طول. وانا مسخنة الفرن من قبليها علشان تنجز معايا في الوقت لحد ما تبتدي تطرى بس معايا المكونات احطها في الفرن من تحت، وهقول لكم بقية الخطوات. بقية الخطوات ايه بقى يا جماعة؟ هنجيب طاسة او هنجيب صينية، هنحط فيها الثوم والفلفل، هنحمره نص تحميره كده اهوت قبل ما يعني هو لسه مجرد ما ريحه المكونات تطلع، هننزل عليهم بالصلصه اللي هنضربها في الكبه وعليها البهارات. هنضرب هنحط كده البهارات كده، وهنحط شويه ميه صغيرين وهنضرب كله مع بعضه في الكبه. هنقوم اول دي ما تبتدي الروائح بتاعه البصل والثوم تطلع، هنقوم منزلين الصلصه. الصلصه المفترض ان هي ما تبقى متوسطه السمك، ما تبقاش تقيله قوي، ما تبقاش خفيفه قوي، علشان احنا عايزينها تطري المكونات بتاعتنا اللي في الصينيه وتدي صوص جميل. حواري لحضراتكم ان شاء الله الصينيه كده بعد شويه اما تبتدي ان هي المكونات اللي فيها تطرى، وانا بنزل الصلصه بعد ما تتحط على النار عليها. انتظروني بعد فاصل واواصل. يا جماعه الصينيه هي خلاص دخلت الفرن، المكونات بتاعتها استوت، يعني لما نيجي كده بالشوكه هنلاقي كده شايفين البطاطس اهي غرزت في الشوكه زي ما انتم شايفين، المكونات استوت. هننزل بقى هننزل بالصوص دلوقتي عليها كده اهو، طبعا الصوص ده نازل من على النار بيغلي، هنوزعه بالمنظر ده كده، وهنديها برده 5 دقائق كده في الفرن من تحت، وبعدين هنرفعها تحت الشوايه علشان الصلصه برضو تتحمر معايا، او لو هي مش محتاجه خلاص انا حمرتها اوريدي تحت الشوايه فعلا. خلاص كده هي هتبقى مش محتاجه حاجه. هوزع بس الصلصه كويس عشان كل المكونات تبقى شربت من الصلصه او جت عليها الصلصه اهي، تمام كده عشان الصلصه بتديها طعم تاني خالص. طبعا هي كده خلاص المكونات كلها اتحمرت جوه الفرن، هاخد كده شويه صلصه كده احطهم على كل المكونات بس كده. هدخلها الفرن على درجه حراره برضو عاليه لمده 5 دقائق 10 دقائق لحد ما الصلصه تتشرب، واوريها لكم ان شاء الله بعد ما تخلص. فاصل ونواصل. يا جماعه منظرها بعد ما طلعت من الفرن واتشربت بالصلصه، الصلصه ادتها ريحه وطعم تاني خالص، ريحتها تحفه جدا، اتمنى انتوا تجربوها. بتتقدم مع رز ابيض، هايله جدا واقتصاديه وهتقضي العيله كلها وطعمها هيبقى جميل جدا. وما تنسوش بقى لو عجبتكم الحلقه اللايك والشيرنج على صفحاتكم على الفيسبوك، وهتلاقوا يا جماعه صفحات التواصل الاجتماعي للقناه اسفل شاشه الفيديو، مدرسه تيوب للبيت ومدرسه تيوب التعليميه، اتمنى تشتركوا فيها عشان يوصلكم كل جديد، وسبسكرايب للقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات بمجرد صدورها عن القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.